واش الدراري شباب معكم طفي ريكس مجدد فيديو جديد وغنختموا الدراري الليله ديالنا او سي بي روم كلاش عاوتاني يو بي فهمتي او سي بي اليو هاد الايام كنيري يو بي اجي تكش قلب عليه الوغ الدراري تقاش عمر الاطراف وتاك ديال الجمرات والله شنو عجبكم البرنامج دير لايك دير سبسكرايب تقاشهم بداو بلو جاك ماضي كاتانا اي شنوني فلاتاك فلو جاك فيك الفاتاليتي باك نبدا الدراري تراك ديالنا او سي بي روم مش الريد روم ولا البويب حتى فارد العفوية راوي دور بأرسات مازال طح أمطان فلوطورو تبدو سونسات تتزيقي لي في صحابي محدو بلو في أسان تقول ما ريبونداش إسحاق ما تبان من الأساس وسحقت تاع غير خصا قول ما ريبونداش إسحاق ما غاديش تبان من الأساس حسبني البيبليك شي قال لي قال لي لأن يو بيم تبان في البيف مع فوبيا داكور داكور وصيبي قليل صحابي محدو بلو في أسان تقول ما ريبونداش إسحاق ما تبان من الأساس وثقة تاعك غير خسارت لي بور داني جاي فهاد الراب ندير لي كور لي بور كلامي تجيك حامد بورتو ماشي سيطون كيف تحينو من البيف راسو فريت المترو انشيلوتي تاع الراب ماني خاسر حتى بيف خوك يسمع الإمام مالك مش ليلى عبد اللطيف توحشنا زادك والمجنون ولا ديف هادو علاش ما تذكرهمش وتكرر صحابو القوادين بين غلط سمعت لان مجنون رجع لحشي تراك يمكن الا واخا نكذب كان لحشي تراك زيد كا بلاصتو غتبقى في الراب ديال زيد الى الابد الى الابد غتبقى البلاصه ديال زيد كا بزاف فري ما تيتجبدش حتى من ضربه بوحدين اخرين زعما ماشي على الديوبي اول مره نسمع شي حد جبد زيد كان بعد ما حبس كلشي حتى هذا البي زعما حتى هذا الديستراك ديال اصيب افواه فربتي زاد كثروا العبيد لو كان ما جاو اقوياء رامي عبدو اللاعبين هاد القرن انا هو اخر عبيد صدقني راح تخسر بسكور هني روحك اخي العزيز كي تكمل فيها راح تلقى عندي المزيد راح يسرى لك كي العروسة تم تعيش الاهازيج كي حبس هو الشمة تم خالدة بذاتها معايا راح تخلص تسقم لك بقرة وبناتها بزاف سوال حد لا جينيراسيون ساتها ما تعرف التاريخ ما لا فاصل صاحبي شاد درنا لك حسن الاستقبال هكاك وما عجبك الحال ما تدي الاستقلال داك الكورون في الشلال نعطيك مثال عندك سرعة الانفعال مثل واحد اخر في اخلاقك انحلال صامو ما هاد البلان ديال سرعه الانفعال حتى هو قال على راس لانه كيتعصب دغيا ولكن كيفاش درنا لك حسن الاستقبال وكذا واش يوبي مشى عندهم شي فيلم ما عرفوش البوبليك ممكن ما عرفتش اخلاقك انحلال صامو ما شاف الهلال تموت كي نايمر في الهلال في حياته اون كيس ستالي اكثر من ياسمين العماري قال لهم اصيب ستالي كارير تاعو جيه طاري ندير لك بانو فيك نستالي قلنا السبب علاش ديدي كاس الايزي وحاري ما يقدروش يدوك للحبس وهما راهم يخدموا بيك مازال عندهم خدمه معاك كي تخلص يقوموا بيك فيها الفوحه صاحبي بدل طونوبيل غير خلي الميزان يتقال نكمل قاعد نوبي فيك بيف معايا انا نحسو زيادة ليك بيسكي كنت انا استاذ انت كنت مع التلاميذ العبيد تاعك يخافوا من كلامي كي توصف روحك بالشيكور زيد لها من دراميك كيف انا طير تشوف وهو كذلك سيكسي فيه انواع بزاف وتختلف الاساليب الروح دي العصا الوسط باش ما تشد العصا من الوسط عليك ينطبق هاد الوصف انت كيما نرضاك الوصف ما تجوز كاميرا كاشيكم مقاوك به اللي زمسي هادو هادي واعرة هادي واعرة خصك تقرا دراسة الوسط باش تعرف تشد العصا من الوسط انواع بزاف وتختلف الاساليب الروح دي العصا الوسط باش ما تشد العصا من الوسط عليك ينطبق هاد الوصف انت كيما نرضاك الوصف ما تشوف كاميرا كاشيكم مقاوك به اللي زبسي هادو فارس نشوفهم كي صغار العيد كلاش النسوية وكان طالع معاهم لايف كلاش الالحاد وحب يشاركهم في الراي معاك الايس حرف المليو كي ما رايس معاك الايس فلو تاعو بريحة الراي ليش تفسر روحك وين يقولوا لك هكا ليش فهمك بزاف حاجات في اطار الراب لي قالك انت رابر انا سمعتو يهدر بوا ميكروم ميكروم وصيبي ريح الارض عادي كنت عرفت يا دبوا تباب في راما نسحقني كان الراس صوت لجايز ضل تزيقي في لي لايف علاش ما ريبوند علي فلان بورتون انا نديرو راب سلك روحك قبل مع اللي راه موراك اصيبي شوفك غير جريا نطلع بيكم المورال كلاش 14 الرابير مقود ال 25 يا للمسكين بلاطي تحشب بشيرين شعرك نحيته منفع فيه الكيراتين تاع
تحب الإسلام ومكاتب غير الملحدين شطح في عرس صحابه ويحرك في البروالين وكان يدوك للبرواقية يديروك وسط الموالين ما تمثلني إجلامك ماشي موالي ريح قوة ولا نحكي وش دارو لك في سطوالي كده سقلة في بيلام هو كان جاي في يد تما لحقتني أبل قتلهم ما تطلقوا السيد ما توسية ونبدأ نفسخ الدوسيات صحابنا في الرياق شن تخدم خير ما يشوفوا الميكيات عنده مرض وانا وسين وسمعش خوتنا في الرياكشن تخدم احسن ما تفرج ميكيات ولا جاب لي الله كيفاش تلافير هذه ديال الضربه وشدوه وعيطوا ل او سي بي وقال لهم تلقوا السيد حباس حباس المرقه واش داروا لك في سطوالي كد السقله في بيلام هو كان جاي في يد تما لحقتني ابل قتلهم ما تطلقوا السيد ما توسيه ونبدا نفسخ الدوسيات صحابنا في الرياكشن تخدم خير ما يشوفوا الميكيات عنده مرض وانا والله الا سمع شي هذيك على خطى سميجو حكيم باد بوي اوكي سير نفسخ الدوسيات صحابنا في الرياكشن تخدم خير ما يشوفوا الميكيات عنده مرض وانا طايح بلرني ديسكال في مطار راب انت جامل الدرد ليسكال ماني تهنتاي ماشي بوبا ولا نيسكال راح تخلص تا كارير مور ما يخلص هاد الديس بارك يحكي عاد تدرح وجامير ولا قارو واحد من العامقين اللي برا يديرو لو قارو قولك من دوك صدقني تبقى خسر جارو كابوس تاع العقاش ومني تورا وشيفو بارك مش باسكو دار مزيج بدني باسكو حب يموت هو ميت حبي فيك جينيراسيون ايمون كلشي يفنغ الافكار اللي دائمون بالعقلية تاعك هادي راح تخلص عليك كلون فمنعك نون ولا فلافوار صدقني صاحبي الديفو ما راهوش فلافوا ايه راهم شايفينك ديجا في اكوا هادي معركة ولازم يبقى فيها الاقوى قول نيجان نيجان البقاء والاقوى وليني انا ما فهمتش انا كيفاش ميكياج والافلام شرح لنا هذا الفيلم هذا ديال ميكياج خصنا نفهموه خصنا نفهموه اخي خصنا نفهموه بلاناش الله يشاف بلاناش بالله بلي الديستراك هذا مجهد على الاول بالرجوله هذا زايد شويه على الاول لاني بحال ديما ما عرفتش واش الجواب واش غيكون جواب ولا ما يكون جواب والله ما عارف على كل حال يبان لينا لافير كيفاش دايره مي انا بان لي هاد الديستراك هذا خاطر على الاخر حتى في البلانات اللي كاينين حتى في التواصل اللي كاينين حتى في الافلام حتى في لي بانش كذا البلانات هذا احسن شتي كاين الدراري في رياكشن ديال الروم او سي بي تلقاش في رياكشن جديده فيديو جديد.